استكمالا لإحياء الحياة الثقافية في شارع النجمة الذي أدرج على قائمة التراث العالمي لليونسكو عام 2012، وبعد عمليات الترميم وإعادة تأهيل عدة مبان في مدينة بيت لحم بفضل جهود مركز حفظ التراث الثقافي وبلدية بيت لحم، افتتح أخيرا مركز دراسات وأبحاث المغتربين في دار الصباغ، وهي من أهم المباني التاريخية في شارع النجمة. حوش الصباغ يعد أقدم الأبنية، لأن النواة الأولى لبناء هذا الحوش تم بناءها في حوالي منتصف القرن التاسع عشر، وهي تعد من أوائل البنايات السمح لأهل بيت لحم ببنائها على الطريق السلطاني في هذيك الفترة اللي ابتدأت فيها الإصلاحات العثمانية في نظام الحكم العثماني، واللي تمثلت بسماح لأهل بيت لحم بامتلاك الأراضي وبالبناء تحديداً على الطرق الرئيسية، ومنها الطريق السلطاني اللي اليوم يعرف بشارع النجمة. وكان الباحث جورج الأعمى قد تواصل مع عائلة الصباغ في المهجر لاستعادة دارهم وتحويلها إلى مركز للدراسات بمساعدة مجموعة من الباحثين الفلسطينيين وعدد من الجهات المهتمة بالتراث الفلسطيني. وتتمحور الفكرة التي تبناها بنك فلسطين حول خلق جسور تواصل مع المغتربين من مدينة بيت لحم وبيت جالة وبيت ساحور لتحفيزهم على العودة إلى جذورهم والتمسك بماضي أجدادهم. عائلة الصباغ هي أحد أهم العائلات بحمولة الحرزات، واللي انتهى وجودها وانقطع أثرها في بيت لحم في نهاية ثلاثينات القرن العشرين بسبب الهجرة تحديداً إلى أمريكا اللاتينية. اليوم عائلة الصباغ هي عائلة كبيرة وممتدة تحديداً في دولة تشيلي. استطعنا بإقناع السيد ألبرتو قسيس صباغ بإعادة امتلاك تلت أو جزء الأول من حوش الصباغ اللي هو حوش والدته، وهبنا إياه اللي نعمل فيه نواة أو بداية مركز أبحاث المغتربين، واللي بضم خيرة الباحثين الموجودين اليوم في مدينة بيت لحم. وما يقوم به مركز دراسات وأبحاث المغتربين في بيت لحم هو التزام وطني يبعث الأمل في النفوس لربط فلسطيني المهجر ببلادهم وتوعية الأحفاد بتراث الأجداد.